لاحظته جيدا، افتك الكرة، انطلق التمريرة الخطورة، ستانكوفيتش يسدد يسدد يسدد، والرابع ورابع لفائدة الانتر في وقت 22 دقيقة لعب في الشوط الثاني. 4 أهداف للانتر أمام الميلان، 4 أهداف للانتر أمام الميلان. الانتر قلت أعيد وأكرر يفعل ما يشاء في هذه المباراة، مع خاصة في الشوط الثاني. الآن يسدد من بعيد، ستانكوفيتش يتمكن من تحقيق الهدف الرابع، 4 أهداف مقابل لا شيء. مورينو سيرحم ربما باتريك فيرا في هذا الشوط، في هذا الشوط الثاني 4 أهداف مقابل لا شيء، ولربما حب الإنتر تنتظر 6 أهداف، وربما تحدثت عن ذلك في الشوط الأول، والآن ممكن أتحدث أكثر لأنه الإنتر أقرب ل6 أهداف من الشوط الأول. الإنتر بإمكانه في هذه الوضعية من المباراة، في هذه المهزلة للميلان ممكن القول، يعني 4 أهداف مقابل لا شيء، ليست فقط النتيجة وإنما الطريقة للميلان وكيفية اللعب وكيفية التصرف على أرضية الميدان، وكأنه لا وجود لروح للاعبي الميلان، وكأنه لا وجود لعزيز